أصدر ستار مساء الأحد على فعالية مهرجان أوندي فيلم للسينما الدامجة في دورته 15. المهرجان تسهر على تنظيم الجمعية المغربية لدعم ومساندة الأطفال ذوي التفلث الصبغي. 29 فيلما من عدة دول دخلت غمار المنافسة، كما أعطى المهرجان الفرصة للشباب لإبراز مهاراتهم في السيناريو والإخراج والتمثيل. وفاء اليعقوبي وياسين المعزي. حصد الفيلم الأمريكي الإحساس من خلال الآخر لمخرجه دوغ رولاند الجائزة الكبرى لمهرجان هاندي فيلم، وقد اقتسمت إسبانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية الجوائز الثلاثة المتبقية. أفات هذه السنة مشاركة غنية من مختلف دول المعمور، كان 29 فيلم في إطار مسابقتين دوليتين رسميتين، المسابقة الدولية للفيلم القصير الخاصة بالشباب والمسابقة الدولية للفيلم القصير المهني. أنا جد سعيدة أنني كنت طرف وعضو في لجنة التحكيم بالنسبة لمهرجان أوندي فيلم في دورته 15، فهذه تجربة جيدة، خاصة أنني اكتشفت أن كاين الناس اللي كتدير مجهود ديالها، أكثر مجهود ديالها باش أنها تحسس بالإعاقة بشكل جديد، يعني بشكل سينماتوغرافيك أكثر، ويعني لغة السينما كتكون قريبة أكثر لتوصيل هذا الرسالة. كما حصدت الثانوية العمومية المغربية 4 جوائز في مسابقة الفيلم القصير الخاصة بالشباب، ومنحت لجنة التحكيم تلويها خاصا للفيلم المغربي كاستينغ. أخذت التنويه في مهرجان أوندي فيلم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، ونجد فرحان، وهذا كيزيد الشرف أنني نزيد نبدأ ونزيد نعطي مجال إعاقة. أنا كم بطل وممثل في فيلم كاستينغ، فرحت بثلاثة أفلام، هذه أول جائزة اللي كنحصل عليها. وفي إطار ثقافة الاعتراف تم تكريم السيدة زهور العالمي التي أعطت الكثير لأطفال وشباب مؤسسة لامسام الخاصة بالأطفال ذوي التثلث الصبغي قبل حصولها على التقاعد. التكريم زعما أنا تفاجأت به، ما كنتش عارفة تفاجأت به، داروا لي هذا التكريم.